كل مره كيجي شي حد يا من اصدقاء ديال المخرج او ديال شي حد من ليكيب الاخره وكيجيو كيلقاني كنمثل في الدور ماشي ديال حبيب ديال فاتي فلور، فكلهم كيقولوا تبارك الله على هذه الممثله غزاله ما عمرنا ما عرفناها شكون هي. سلام واضح، معكم فيصل عزيزي واليوم انا معكم باش نتكلم لكم على الفيلم الجديد جرين كارد او قرعه امريكان. انا ممثل ومنتج ومغني مغربي، قريت في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وقمت باعمال كثيره في التلفازه وفي السينما وفي الموسيقى. تخيل معايا انت تطلع في القرعه وانا ما نطلعش، شي بلا بيا بعد المساله ديالكم ما نسمحش فيها. كارد هو فيلم تري تري سبيسيال صراحه، مميز جدا من اخراج الصديق العزيز هشام الركراكي. فيلم كيتكلم على جوج صحاب ديال بصح ديال الصغر كيبغاو يلقاو شي طريقه باش انهم يبدلوا المستقبل ديالهم بانهم يخويو البلاد، ودونك في وسط هذه القصه غادي يحتاجوا يديروا بزاف د الحوايج اللي خارجه عن العاده باش انهم يسلتوا ويوصلوا للحلم ديالهم. كتلعب دور امراه، ماشي هو انك دير الكاريكاتور ديال راجل كيلعب امراه بانك زعما لا، انك كتقلب على انك تمثل المراه حقيقيه، يعني لدرجه ان الناس اللي كانوا كيحضروا البلاطو ملي كانوا كيشوفوني وما كيعرفوش شكون كان كيسحب ليهم ممثله. بالراقي ابو الحسين اخصائي في علاج جميع انواع السحر اللمس والعين. الله ينعلي محش. وديجا بدينا كنشوفوا بان بزاف ديال الكلام كيدور على الفيلم لانني انا لاعب جوج ديال الادوار مختلفين، الدري واللي كيولي مراه، وتفرجوا في الفيلم باش تعرفوا علاش. كنعامو بالحب وبالحبه، ما بقيتش باغي نكون فاتي فلاخ. انا متشوق بزاف نشوف الفيلم بحال الناس كاملين. صراحه هي تجربه كبيره بالنسبه لي، لا على المستوى العملي ولا على المستوى الشخصي. الرحله 380 متجهه الى نيويورك. اي حاجه وقعت في حياتي زوينه وخايبه قابلها مليار في المية، وحتى اي حاجه درتها غلط او صحيحه قابلها، حيت هادشي كله جزء من التعلم وجزء من كيفاش كنكبروا. وبالنسبه للجمهور ديال واضح انا فرحان بكم، تحيه للناس اللي كيعرفوني وتحيه للناس اللي عاد كيكتشفوني.